وفرق بيننا كأس المنون. اسمي لي معقل، عمري 12 سنة. يوم الجمعة بالليل تاريخ 12/7 كنا بنصلي بصلاة العشاء، كنا ساجدين إلا هو لون أحمر وأسود، بعدها ما شفتش ولا إشي. بديت أستوعب إنه يعني إحنا انكسفنا وهيك. حاولت إني أتنفس، ما كانش في نفس. صرت أشيل بالأحجار، عبين ما شلتهم كلهم صرت أجري أروح عند دار عمي. صرت أصرخ كيف أهلي حكولي كلهم مناح. لما نزلوني على سيارة الإسعاف، لما نزلوني ودوني على مستشفى العودة، وجابوني ودوني على غرفة العناية المركزة. كان عندي أخوي على جهة وأخوي الثاني على جهة وأنا موجودة. كانوا يحكوا إنه في حدا في العناية المركزة، كنت أحكي لهم مين. كانوا يحكوا لي مش أنت، بحكي لهم حدا من أهلي، لهم بحكوا لي لا. بعد يومين عرفت إنه أنا في العناية. كانت حروقي بنسبة 65% 60% زي هيك. كان كل الحرق جاي بوجهي يعني أغلبه، بس الحمد لله يعني آخر فترة راح. وأهلي كانوا كلهم حروقين أكتر مني، كل إشي مش متوفر. كانوا لما ينزلون على العمليات يحكوا فيش شاش، فيش يود، كيف بدنا نلف، كيف بدنا نعمل، فيش أي إمكانيات. كانوا يحكوا علاجهم مش هانا، لو إنه كان المعبر مفتوح كان كلهم هلقيت عايشين، كانوا قادرين إنهم يطلعوا. نفتح المعبر ونطلع برا نتعالج، أروح عند أخوي المسافر برا، أعيش حياتي زي كل الأطفال اللي برا. فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون.